رهينة أمريكي عرف أطول فترة احتجاز هو تيري أندرسون الذي أمضى 7 أعوام مختطفاً ومحتجزاً في لبنان. فمن هو؟ هو صحفي أمريكي عمل كبيراً لمراسلي وكالة الأسوشيتد بريس في الشرق الأوسط في مارس عام 1985، وفي خضم الحرب الأهلية اللبنانية اختطف على يد 3 ملثمين في العاصمة بيروت، واحتجز طوال 7 أعوام إلى أن أطلق سراحه عام 1991. أندرسون وفي أحد المؤتمرات الصحفية عام 2016 قال إنه أمضى حوالي 1.5 عام في حبس انفرادي لدى جماعة إسلامية، وأن الأمر كاد يدمره. وبعد حوالي 2 على إطلاق سراحه في عام 1993 نشر كتاباً بعنوان عرين الأسود مذكرات 7 سنوات، حكى فيه عن محنته كرهينة. تيري أندرسون ليس الأجنبي الوحيد الذي اختطف خلال الحرب الأهلية اللبنانية، بل كان واحداً من بين عشرات الأجانب الذين جرى اختطافهم خلالها، وقتل بعضهم في الاحتجاز، ومن بينهم جون ماكارثي الصحفي البريطاني الذي أيضاً أطلق سراحه عام 1991 بعد 5 سنوات على الاحتجاز. تيري أندرسون توفي قبل بضعة أيام عن عمر ناهز 76 عاماً بحسب وكالة أسوشيتد بريس.